أهلا بكم في موضوع اليوم. عادت جلسة العمل التي ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 أعادت إلى الواجهة إشكالية الماء في المغرب والجهود المبذولة لمواجهتها. جلسة العمل هذه تبرز الأسبقية التي تحظى بها إشكالية الماء في أجندة عمل العاهل المغربي الملك محمد السادس وأيضا منظوره التنموي الخاص بالمملكة. وحث العاهل المغربي القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد. كما أعطى الملك محمد السادس تعليماته للحكومة لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف على غرار السنة الماضية. فأين نتموقع حاليا من جهود رفع إشكالية وتحديات أيضا إشكالية الماء؟ للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ مصطفى بن رامل، الخبير في البيئة والمناخ ورئيس جمعية المدارات الإيكولوجية من أجل التنمية، وينضم إلينا أيضا الأستاذ محمد بن عبو، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، متخصص في الهندسة البيئية. ضيفي الكريمين، أهلا بكما. نبدأ معكم أستاذ محمد بن عبو. في الواقع في هذه الفترة التي شهدت تناقص كبير جدا في المخزونات المائية لهذا الانقطاع الطويل، في تساقطات المطرية، تعاظم إشكالية الماء، أيضا كان الجميع ينتظر لربما أن يتم تسريع جهود مواجهة إشكالية الماء. والمناسبة شرط يأتي هذا التدخل الملكي من أجل تتبع تنفيذ هذا البرنامج الوطني، ما الذي يمثله ذلك؟ بالطبع شكرا أخي محمد على الدعوة مرة أخرى. بالطبع الاجتماع أو جلسة عمل التي عقدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص هذا البرنامج، برنامج وطني من أجل تزود مصالح الشرب مياه السقي، تبقى عنده واحد أهمية قصوى. علاش؟ لأن اليوم إحنا وصلنا تقريبا واحد يعني واحد تقدم جد مهم في مجموعة المشاريع الهيكلية اللي تقوم بها المغرب تنزيل ديال هذا البرنامج. هذا يمكن تكلموا على عدد جد مهم، محطة ديال التحسيسية البحر، ضغط بين الأحواض المائية. كاين مجموعة البرامج اللي المغرب اليوم غادي بواحد الوتيرة جد متقدمة. كاين هناك عم تأخر مجموعة الدراسات أو مجموعة ديال المحطة ديال التحسيسية البحر، وبالتالي كيتجي هذه المحطة أو هذا الاجتماع من أجل إعطاء التعليمات الملكية السامية من أجل تسريع الوتيرة ديال الإنجاز بعض المشاريع التي تعرف نوعا من التأثر على مستوى الدراسة أو على مستوى التنفيذ. كذلك هو نوع من التقييم لهذه السنة على المستوى الفلاحي. اليوم كنعرفوا أن هذه السنة هذه تعتبر خامس سنة جفاف على التوالي. عشنا أستاذ محمد بن عبو، يبدو أنه فقدنا تواصل بالصوت والصورة معك عبر الإنترنت، أتمنى أن نستعيد الارتباط معك أستاذ بن عبو، وكنت بصدد الحديث عن هذه الظرفية المناخية الصعبة في الواقع التي هي ليست فقط خاصة بالمغرب ولكن أيضا بمنطقة المتوسط. أرجو أتوقع أنه الأستاذ محمد بن عبو قد عاد معنا، تفضل أستاذ بن عبو أتمم المداخلة. كما قلت أن هذه السنة هي السنة الخامسة على التوالي بالنسبة لسنوات الجفاف التي تعرفها المملكة المغربية، وبالتالي التأثير ديالها كان كبير وكبير جدا، لا على مستوى تزود مصالح الشرب او على المستوى الفلاحي في شقيه الزراعي او تربيه المواشي. وبالتالي اليوم تدخل ديال صاحب الجلاله من اجل دعم القطاع الفلاحي، من اجل دعم الفلاح الصغير والمربي الماشيه، يعني هذا البرنامج اللي اعطى التعليمات. طيب اتمنى يعود معنا الاستاذ محمد بن عبو بشكل مسترسل في الاتصال، اتمنى ان نتغلب على هذا الاشكال التقني. أذهب للأستاذ مصطفى بن رامل، الخبير في البيئة والمناخ وأيضا رئيس جمعية المدارات الإيكولوجية من أجل التنمية. كيف يبدو لك هذا الأثر الخاص بدور العاهل المغربي الملك محمد السادس فيما يتصل بتحفيز جهود مواجهة نقص المياه وإشكالية الماء بشكل عام؟ ليس هذا هو الاجتماع الأول الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس بخصوص الإشكالية المائية؟ اولا اود ان اتقدم بالتحيه على هذه الاستضافه الكريمه من اجل توضيح مجموعه من الامور التي هي متعلقه بازمه المياه. فهذا الاجتماع الذي قام به العاهل المغربي من اجل يعني تحديد خطه طريق لمواجهه ازمه المياه في المستقبل، فهي الاجراء السباقي
على ما هو كان عليه في السنة الماضية، حيث أن السنة الماضية يعني اتخذت إجراءات حالة الطوارئ المائية بشكل متأخر حتى يعني تأزم الوضع، ويعني المغاربة والوضعية المائية في المغرب عاشت يعني أزمة بوجه الخصوص، وبالتالي كانت تدخلات متأخرة. أما اليوم يعني هذا الاجتماع فهو يأتي كإجراء سباقي كعادة مجموعة من البرامج التي قام بها صاحب الجلالة، وبالتالي أن اليوم يعني وفق الحالة المائية أو الوضعية المائية التي يعيشها المغرب، فيعني المغرب يعني عاش حوالي 10 سنوات الأخيرة يعني اضطرابات في على مستوى يعني نسبة التساقطات المطرية، يعني كانت هناك يعني استنزاف بشكل كبير للثروة المائية سواء في المجال الزراعي أو في المجالات الأخرى الحضارية والصناعية. أيضا كان هناك يعني هدر للمياه باتجاه البحر، وبالتالي يعني لمجمل الأحواض المائية، ويعني هناك كان هناك يعني ضعف أو حاجة الناس في المناطق البعيدة مثل الجبال وفي المناطق الصحراوية، حيث أنهم يعني قلت المياه أو جفت الآبار ولم يجدوا سبيل لتزويد سكانهم أو ماشيتهم بالماء إلا من طرف الصهاريج التي اتخذتها الدولة إبانة يعني حالة الطوارئ المائية. وبالتالي اليوم هذا الإجراء هو إجراء مهم جداً، وخصوصا ان البرنامج الذي الحكومه اليوم في اطار يعني تتمه البرامج السابقه التي اتخذتها مثل يعني الاعتماد على الموارد المائيه الغير تقليديه كتحليه المياه البحر وربط الاحواض المائيه واستعمال اعاده استعمال المياه العادمه في سقي المناطق الخضراء وبعض الأنشطة بالمدن. إذن اليوم نحن أمام وضعية مقلقة ومقلقة جدا، وخصوصا أن هذه السنة بالرغم من التساقطات المهمة التي عرفتها المملكة، فهذه التساقطات لم يكن لها أثر كبير لا سواء على يعني الزراعة، حيث أن الزراعة البورية يعني تأثرت بشكل كبير بسبب يعني اختلاف تواريخ يعني هذه التساقطات حيث جاءت متأخرة ولم يعني تكون بشكل كافي خلال شهر مارس ويعني أبريل، وبالتالي تأثرت بشكل كبير الزراعة البورية، في حين أن الزراعة المسقية هي التي حاولت تعويض هذا، لكن هذه المحاولة لم يكن لها يعني تأثير كبير، حيث لاحظنا بأن مختلف الأثمنة المواد الغذائية من الخضروات والفواكه فهي مرتفعة هذه السنة، وبالتالي يعني آن الأوان أن نكون وفق برنامج مندمج تحت يعني توجيهات صاحب الجلالة وبتسيير يعني معقلا وتسيير جدي وفعال سواء من طرف القطاعات المعنية أو يعني تدخل من طرف المجتمع المدني في إطار برامج التحسيس، في إطار برامج للمواكبة، وفي إطار برامج يعني تتمين الخطى التي تتخذها الدولة. طيب شكرا لك أستاذ مصطفى بن رامل. أستاذ محمد بن عبو، أتمنى أنه التواصل معك الآن هو مسترسل عبر الإنترنت بشكل سليم. وزير التجهيز والماء نزار بركة قال أيضا عقب هذا الاجتماع أنه المحور الأساسي أيضا تمثل في العمل على تسريع الحكومة لبرامج أو لمشاريع بناء سدود كبرى ومتوسطة، وأيضا العمل على تسريع محطات تحلية مياه البحر في أفق 2027 من أجل استدراك التأخر. هل ما تم إنجازه في 3 سنوات الماضية هو يساير حجم التناقص الذي تشهده المخزونات السطحية من المياه؟ اليوم يعني المغرب يسارع الخطى من اجل مواجهه هذا يعني هذا السيناريو الذي تكلمت عنه اخي سي محمد اليوم، لان اليوم عندنا عجز مائي جد كبير على مستوى لا المياه السطحيه ولا على المياه الجوفيه. كما قلت في البدايه اليوم 5 سنه سنة الجفاف، وبالتالي كاين هناك إرهاصات، هناك تراكمات لا من ناحية الموارد المائية التي تقل سنة بعد أخرى، وكاين التقارير الدولية التي تصدر ما بين فينا والأخرى، هذا التقرير ديال البنك الدولي الأخير الذي صدر الأسبوع الماضي واللي صنف المغرب مع 5 دول لتعريف عجز مائي حاد جدا. تم تصنيف المغرب مثل العراق وإيران وتركيا الدول التي تعرف فعلا عجز مائي جد كبير. اليوم المغرب يسارع الخطى عبر هذه البرامج،
وعندنا يعني استراتيجيه وطنيه واضحه المعالم. يجب تسريع هذه الوتيره ديال الانجاز يعني هذه المشاريع من اجل الوصول الى الاهداف المرجوه. اليوم كنتكلموا على التحيه ديال مياه البحر والموضوع يعني ديال جلسه العمل ديال صاحب الجلاله كانت من اجل تقييم فين وصلت يعني نسبه الانجاز ديال عدد كبير من المشاريع. كما قلت في البدايه اليوم كنتوفروا 11 محطه ديال تحيه مياه البحر اللي هي معظمها موجهه للماء صالح للشرب. والمغرب يعني عنده تجربه رائده في المجال منذ سبعينيات القرن الماضي. اليوم يعني المدن ديال المملكه معظم مدن المملكه تتوفر على محطات لتحيه مياه البحر. نتكلم اليوم على اخف النير، ترفايا، بوجدور، العيون. هناك يعني مخطط من اجل يعني انشاء محطات اخرى على مستوى مجموعه من المدن. اليوم كنتكلموا على 11 محطه اللي هي في طور الانجاز اللي يعني تزود المدن بماء صالح للشرب، ولكن نسارع الخطى من اجل مواجهه شبح العطش او شبح الجفاف الذي يخيم على مجموعه من المدن. نتكلم اليوم عن الحواضر الكبرى، لان كاين فرق كبير بين الجفاف اللي كنعيشوا اليوم والجفاف اللي كنا كنعيشوا في اواخر السبعينات او في بدايه الثمانينات. اليوم الحواضر الكبرى هي التي نخاف عنها او عليها من شبح العطش او التذبذب. أستاذ بن عبو، يبدو أنه الاتصال معك يشهد تعثرات مستمرة. أستاذ مصطفى بن رامل، في انتظار أن يعود معنا الأستاذ بن عبو، كنا بصدد الحديث عن هذه الجهود المبذولة لبناء المزيد من السدود الكبرى والمتوسطة أو تسريع الأوراش المفتوحة من أجل إنجازها، وأيضا هذا المخطط الآن الذي يطمح إلى زيادة 6 مليارات متر مكعب من الطاقة التخزينية من المياه. هل يسير ذلك التحديات المطروحة الآن وأصبحت لنقل ماثلة أمام أعيننا، ونحن نشاهد أيضا موجات الحرارة التي لم تسجل منذ 4 عقود وهي تأتي في وقت مبكر جدا؟ بالحقيقة فهذه الجهود التي تقوم بها الدولة فهي جهود يعني لا بأس بها، يعني لا نقول جيدة ولكن لا بأس بها بالنظر للوضعية المائية التي يعيشها المغرب، لكنها يعني الملاحظ بأنها جاءت متأخرة نوعا ما، هذه من جهة. من جهة ثانية يعني ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل حماية يعني المنشآت كالسدود المبنية وصيانتها، وأيضا يعني القنوات السقي التي تقوم بنقل المياه إلى المستفيدين منها. من حيث يعني الملاحظة التي لاحظتها جمعية المنارات الإيكولوجية من خلال يعني مجموعة من المناطق في المغرب، وأيضا السلوكيات التي يقوم بها المواطن من خلال استعماله لتلك المياه بشكل غير عقلاني وبشكل يعني أنه يعني لا يلائم الوضعية التي يعيشها المغرب اليوم، أيضا في غياب خطة يعني محكمة من طرف الجهات المعنية سواء وزارة الفلاحة أو وزارة تجهيز الماء أو باقي القطاعات المتدخلة في الماء من أجل يعني عقلنا استعمال ووضع خطة لتدبير هذه الموارد المائية. نجد بأن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم فهي إجراءات يعني تكون كسابقتها ولن يكون لها أثر كبير على الموارد المائية، لأننا نلاحظ اليوم يعني أن هناك هو كبيرة بين المستهلك ويعني البرامج الحكومية، فالبرامج الحكومية تنفذ ولكن تغيير سلوكيات سواء المواطن العادي أو سواء المزارعين الكبار أو سواء القطاع الصناعي ولا حتى بعض الأنشطة الخدماتية تستهلك المياه بشكل كبير، يعني لا نجد اثر لذلك لدى سلوكياتهم ولا لدى استعمالهم لهذه الماده الثمينه التي هي اليوم متوفره في بعض المناطق، ولكن في بعض المناطق الاخرى كما قلت قبل قليل يعني هي نادره، ويعني يحتاج الانسان الى قطع كيلومترات وكيلومترات والانتظار من اجل التزود بها. إذن اليوم يجب ان تكون هناك خطه مندمجه كما جاء في الاجتماع الاخير لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، هو انه يعني يجب ان تكون الدوله يعني ساريه في اطار استثماراتها من اجل تحقيق يعني الاستدامه لهذه الموارد ومن اجل تحقيق موارد مهمه اخرى لتعويض العجز الناتج عن قله التساقطات المائيه وتغير المناخ وارتفاع درجه الحراره، وايضا يجب ان تكون سلوكيات المواطن سواء العادي سواء المتخصص سواء في المجالات المعنيه باستهلاك الماء بشكل كبير يعني متلائمه مع ما هو يعني موجود حاليا من حيث يعني الامكانيات المائيه، حتى يعني نستغل هذه الموارد المائيه بشكل عقلاني وحتى يعني نساهم في تجديدها واستدامتها للسنوات المقبله، لان السنوات المقبله كما هو يعني موضوع وفق السيناريوهات الكبرى للمناخ فهي ستشهد يعني ارتفاع درجه الحراره اكثر مما هو عليه اليوم،
وستعرف يعني نسبة التساقطات أقل، وستعرف حاجة للمياه أكثر مما هو عليه اليوم سواء في المناطق الحضرية أو في المناطق القروية. طيب أستاذ محمد بن عبو، عطفا على هذا الكلام، هناك أيضا لنقول مصفوفة من الإجراءات التي تتخذها الدولة ضمن هذا البرنامج من أجل لربما الوفاء باستحقاقات وتحديات هذه الإشكالية الكبرى، ومن ذلك أيضا الربط بين الأحواض المائية لا سيما الحوض حوض سبو وحوض أيضا أبو رقراق وأيضا حوض أم الربيع. هناك أشغال منطلقة بين حوض سبو وأبي رقراق، ستستمر أيضا إلى حوض أم الربيع لتصل إلى سد المسيرة. ما الغاية من ذلك، وهل سيكون الأمر بالفعالية المطلوبة لتقاسم هذه الثروة المائية بين هذه الأحواض؟ طبعا هذا المشروع هذا هو اللي نقدروا انه نتكلموا عليه، انه يقدر يحقق لنا العداله المائيه او العداله المجاريه بالنسبه للفائض من المياه اللي كيتوفر في المنطقه الشماليه والمنطقه الشماليه الغربيه، واللي ممكن نتقاسمه مع الجهات الاخرى مع الاحواض الاخرى التي تعاني جراء التغيرات المناخيه وجراء سوء التدبير بعض المرات في المجال الفلاحي او في مجال تجويد مصالح الشعوب، لانه يمكن نتكلموا على اكراه حقيقي. هذا المشروع هذا المشروع النهر العظيم هو اللي ممكن يحول لنا الفائض من المياه السنه الماضيه على سبيل المثال كما جاء في يعني في على لسان السيد الوزير التجهيز والماء حوالي 500 مليون متر مكعب اللي مشات مباشره للبحر، وهذا في حد ذاته رقم كبير كبير جدا. يمكن نتكلموا على حاجتنا يعني المئات الامتار المكعبه من اجل تزويد الماء صالح الشرب للمنطقه. أستاذ محمد بن عبو، هناك إشكال مستحكم في التواصل معك عبر الإنترنت. أستاذ مصطفى بن رامل، هذا الربط عفوا بين الأحواض أبو رقراق وسبو وأيضا حتى حوض أم الربيع وصولا إلى سد المسيرة، هل من شأن ذلك أن يعطي تزود مسترسل للأحواض التي تشهد شح في المياه ولذلك من دون أثر بيئي؟ في الحقيقة فهذا البرنامج الذي اتخذته الدولة فهو برنامج طموح، برنامج يعني يمكن أن يحاول سد النقص الذي تعرفه هذه الأحواض من حيث الإمكانيات المادية، لكن المشكل المطروح أو التحدي المطروح وهو هل هذا الربط سيساهم في تحقيق عدالة اجتماعية كما قال سي محمد بن عبو. يعني كان أجدى بالدولة والقطاع الوصي على الماء أن يقوم أولا بتوزيع العادل لهذه المياه في الأحواض، في هذه الأحواض مثلا حوض سابو، يعني اليوم عندما نأخذ منه المياه فهناك مناطق في منطقة حوض سابو يعني تحتاج إلى مياه، وبالتالي هل هناك تجهيزات وإمكانيات التي رصدتها الدولة من أجل يعني تزويد هذه المناطق بتلك المياه، وأيضا أستاذ بن رامل من أجل التبسيط نعم. لما نقول نأخذ الماء من حوض سابو ما معناه عمليا؟ معنى عمليا هو انه يعني هناك يعني كميه من المياه التي تهدر في سدود معينه ام في سد واحد ام ماذا؟ هو المشروع الذي هو اليوم هو اخذ المياه من سد المنع الذي يوجد تقريبا حوالي يعني 25 كيلومتر على يعني مصب نهر سابو، ويعني صبه واخذه عبر قناه عملاقه التي هي الان في اطار يعني انجاز، وان شاء الله ستكون نهايه الاشغال فيها في شهر سبتمبر لتصب في نهر في سد سيدي محمد بن عبد الله في نهر ابي رقراق، واستعمال هذه المياه بالدرجه الاولى بتزود يعني منطقه الرباط والدار البيضاء بمياه صالحه للشرب، يعني لا تستعمل يعني الكميات التي ستؤخذ يعني حسب يعني الاجراءات الحاليه يعني ستستعمل بالدرجه الاولى من اجل التزود بمياه صالحه للشرب، في حين تزود بمياه صالحه للزراعه يعني ستكون في المستقبل. ايضا اخذ المياه من سد من حوض ابي رقراق، حوض ابي رقراق اليوم يعرف يعني هناك يعني نقص كبير من اجل من كميه المياه، وبالتالي اخذ مياه منه الى سد المسيره او حوض ام الربيع فهو يعني امكانيات انظر اليها انطلاقا من تتبعي للامر وانطلاقا من يعني الابحاث التي نظرنا اليها سواء في المغرب سواء خارج المغرب، يعني انه مشروع يعني كان له يعني تاجيل حتى يعني موعد اخر، لان الوضعيه سواء في نهر سابو او
في أبي رقرة فهي في حاجة إلى توزيع عادل وفق عدالة مجالية من أجل تزود ساكنة أولا المحلية حتى يعني لا تعرف يعني نقص أو تضرر من جراء هذا الجانب. في انتظار أن ملاحظة سأضيف ملاحظة مهمة وهو أنه نقل هذه المياه يعني اليوم ننظر إلى المياه كمياه ولكن عندما تنقل هذه المياه فهي تنقل بحمولة من مجموعة من الكائنات الحية يعني تنوع البيولوجي وبالتالي نقل هذه المجموعة من الكائنات الحية التي تتواجد في مياه نهر سابو على سبيل المثال هناك يعني ليكروفيس دو لويزيانا وهي كائن يعني أدخل إلى او دخيل على يعني الفونا الحيوانيه اللي حوض نهر سابو يعني يسبب يعني قضاء كبير على مجموعه من الكائنات الحيه وبالتالي نقله الى حوض ابي رقرة سيساهم لا شك ولا محاله على تاثر الفونا والتنوع البيولوجي لحوض ابي رقرة وبالتالي انا الاول ان نكون يعني ناخذ بعين الاعتبار يعني الماء وناخذ بعين الاعتبار يعني المنظومه الايكولوجيه المتاثره من هذا النقل لهذه المياه. طيب في جلسة العمل التي ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس أيضا تم إعطاء توجيهات للحكومة توجيهات ملكية للحكومة أيضا بالقيام أو تنفيذ أو تفعيل الإجراءات المرتبطة بالبرنامج الوطني الاستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، إلى أي مدى يمكن أن يساعد ذلك بالفعل على مساعدة الفلاحين والحفاظ أيضا على القطيع الوطني وغير ذلك من لنقول ثوابت المنظومة الفلاحية بشكل عام؟ في الحق في هذا الإجراء فهو إجراء مهم جدا لكن يجب كما قلت قبل قليل أن تواكب يعني الإجراءات تواكب حملة تحسيسية سواء من أجل تحسين مدى يعني استعمال سواء المجارع أو المربي الماشية أو يعني القطاع الصناعي في المناطق الحضرية أو الخدماتية التي تستهلك مياه كبيرة وإن لم يكن هذا فإن يعني كل الإجراءات سيكون مآلها الفشل لأنه الدولة يعني ترصد امكانيات ماديه مهمه ترصد برامج مهمه لكن يجب ان يكون تحسيس وتوعيه ويعني الخطه اعلاميه يعني مواكبه لهذا البرنامج بشكل عرضاني وبشكل يعني مندمج في كل القطاعات الحيويه بالبلاد حتى يعني يكون لهذا البرنامج يعني اثر سواء على الموارد المائيه سواء على تزود المواطن طيب. بهذه الماده الثمينه وفق يعني عداله مجاليه بكل مجالات المغرب. شكرا لكم الاستاذ مصطفى بن رامل الخبير في البيئه والمناخ ورئيس جمعيه مدارات ايكولوجيه من اجل التنميه ونشكر ايضا ضيفنا الاستاذ محمد بن عبو الخبير في المناخ والتنميه المستدامه المتخصص في الهندسه البيئيه كان معنا في هذا البرنامج لكن تعذر الاسترسال في التواصل معه لإشكالية تقنية من المصدر. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة بإمكانكم العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.